يلا انا بس يلا علي قول. صبرنا هواي كافي بيا بخت ننهان. الله. من نبصة حقوق الشعب محرومين. الله مو قصة حرارة وكهرباء وماي ولد الخايبة داستهم الرجلين. عافية. نظل ينزل بكتاب حتى يعيش. الله. 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 الله راقب راسه تفتر بنت العباس وانت بلايه غيره ومو عراقيين وكفينا بعد عطوتكم زياره من تقضي بعد ما عليها كل شاره عافيه نشد اعلامنا ونكسر الخضراء اذا هدت ويانا البصره واماره والله صحيح ولو مو حيرميكم ما يرجع شيل سلاحكم واحنا بالحجاره الله احس بايامكم ما باقي من هنشي مليونيه جت ورايده بشاره نعم البرلمان وتطلع اسرار يا الله رساله من الشعب للقائد العام تحقيق المطالب فرض والزام والا الشعب كلهم يثورون مثل الجمر ما يتطفل والله صحيح مثل الزرع نطلع منه التراب نراميكم حجر ما نرمي بسلاح الله تخرب كشخه الجيش ما نتنقى بنعاركم فاضيين تعال اسمع تعال اسمع تسأل مستشارك شعب مرتاح شلون نخلي هذا الشعب اقسام اقول لك سهل نزرع طائفيات ونخليهم اسلام الله وطن اغنى اغنياء شغله دفان لان بالجمله موت بهاي الايام اجتماع اباء ما قاموا يطلبون لان يدرون نص طلابنا يتام بكتاب الله الجليل الليل للنوم الله شنو ذنب الشهيد الضحى للقاع اطفال بتقاطع تمسح الجام مرة استشهد رجلها وعدها اطفال وماكو فلوس حتى تخلي الايتام عشتيدي ليش الصوم ما تقول لك من الجوع تقول لك الثواب اصلا انا الثار القاعد في الخيرات ما حد يحكي نصوتي الاعلام اطالب ناسنا مو كل